كيلو من الفراخ انا برضو هشتغل بنص، نص كيلو صدور، نص كيلو اوراك، وربع كيلو من البطاطس المسلوقه والمهروسه، نص كوبايه بقسماط مطحون، معلقه صغيره من السكر، معلقتين كبار من بهارات البرجر. بهارات البرجر بنشتريها جاهزه يا اما من السوبر ماركت يا اما من العطار، واحنا عملناها هنا قبل كده مع بعض ومقاديرها هتبقى هتنزل لكم اهي على الهواء. نزلوها يا جماعه وصوروها لو انتوا حابين تعملوا البهارات في البيت. تمام، تعالوا بينا يلا نشتغل كده ونبتدي نعمل البرجر، ومفيش اسهل من كده، مقاديره بسيطه، دنيته بسيطه خالص. هبتدي اخد الفراخ هقطعها كده ايه مكعبات صغيره عشان اعرف احطها في الكبه وافرمها. وزي ما قلنا واحنا بنعمل الناجتس ان احنا عاملين مزيج كده ما بين الصدور والاوراك، عشان الاوراك بيبقى فيها نسبه دهون ونسبه ماده جيلاتينيه، فبتعمل على تماسك الوصفه اللي انا بعملها. حطينا كده الفراخ. تمام، تعالوا بينا بقى نحط البطاطس المسلوقه، احط رشه السكر، احط كمان البهارات بتاعه البرجر. وخلي بالك لو بهارات البرجر فيها الملح بتاعها يبقى مش هنحتاج نحط ملح، نركز في الحته دي. لو هتشتريها البهارات الجاهزه اللي هي بتبقى في السوبر ماركت دي بيبقى فيها الملح بتاعها، لو هتشتري من عند العطار ما بيبقاش فيها الملح. فشوفي انت هتشتري منين وهتعملي ايه علشان تعرفي هتحطي ملح ولا لا. هحط البقسماط، انا هحط شويه ملح صغيرين. وتعالي بينا بقى الكلام ده كله يتفرم فرمه محترمه مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عشرة على عشرة، العجينة بقت تحفة وطرية وجميلة جدا زي الفل. خلصنا كده، بينا بقى نشوف هنشكل البرجر ازاي. ممكن هنا نكبس البرجر بمكبس البرجر، بس انا بفضل طالما في المدرسة وده هيبقى حاجات للسندوتشات، فيفضل ان انت تعمليه بحجم صغير قوي، بلاش الحجم الكبير. شيل السلاح الاول، احضر اكياس ثلاجة مفتوحة. المرة دي بقى مش هحط عليها دقيق، المرة دي هحط عليها زيت. فتعالوا نجيب الزيت كده، ناخد منه نقطتين. بسم الله الرحمن الرحيم، أوزع. بعدين برضو الحجم بتاعك انت براحتك، هاخد جزء من عجينة البرجر على قد بقى زي ما قلت لك. انت بقى عامله العيش ايه؟ هتعملهم عيش في البيت فهتعمليه ميني كده وتدي لهم بقى، يبقى افضل من الرغيف بقى الكايزر بيبقى كبير قوي عليهم، زي ما انت عايزه. هاخد كده جزء واحطه هنا، انا مش شكل بمكبس زي ما قلت لكم، هعمل كده وابتدي اضغطها. حلو قوي، يبقى بالحجم ده. اعتقد الحجم ده هيبقى مناسب جدا للطفل ان هو ياخده. المكبس بيطلعه بصوا بالحجم الكبير قوي ده، تقيله قوي وكبيره قوي على طفل. انما لو احنا نعمله لينا مفيش مشكله، ادي المكبس وادي بايدينا. انت اعملي ان شاء الله تعملي ميني صغنن خالص على قد ما انت عايزه. انا هخلي ده هنا دلوقتي، هشكل كام واحده عشان ابتدي اسويه. ما انا حطيت جريل على النار عشان نسوي، فكيس بلاستيك مدهون دهنه حلوه بالزيت، ابتدي الف فيه كده الكوره اللي انا عملتها وبططها زي الفل، افتح واطلعها. هعمل واحده كمان واسوي على طول، وبرده هيفرط معاكي شويه حلوين جدا اظن بقى، ولا اسهل ولا احلى من كده. ما تيجوا بينا هناخد ده ونروح على الجريل بتاعتنا، عندنا بتسخن اهي، احط لها كده ايه نقطه زيت برضو.
وجربوا من دلوقتي يا جماعة علشان تشوفوا الدنيا معاه. وشكلناه وبدأنا ان احنا نسويه في جريل او طاسة تكون فيها معلقة زيت، تمام، على نار متوسطة عشان نحمر بقى كده ونشوي على نار ايه متوسطة فيستوي معانا ويبقى زي الفل. بصوا الجمال، متماسك 10/10. الحجم بتاعه والسمك بتاعه ده ليكي فيه مطلق الحرية على حسب انتي هتحطيه في ايه، تمام. عملنا الحجم الكبير بالمكبس وعملنا ده بايدينا عادي جدا على حسب بقى حجم العيش. انا بحب اعمل العيش في البيت بيبقى حجمه صغير مش زي اللي بنشتريه من بره، لان مهما كان الطفل مش هيقدر ياكل الكميه الكبيره من الفراخ كبرجر يعني وكميه العيش الكبيره دي، فيفضل ان احنا نعمل العيش صغير او ميني كمان. كل ما كان صغير اكتر هيمسك الساندوتش يخلصه كله والدنيا هتبقى تمام، ما نهدرش في حاجه ولا نرمي حاجه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحفه. فرزي في البيت، بنبتدي نجيب الاطباق الفوم اللي هي بنعرف نحطها في الفريزر، ونجيب اكياس الثلاجه المفتوحه علشان نبتدي نحط الحاجه بتاعتنا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، لو انا شلت بالشكل ده في الثلاجه الطبقتين على بعض لما في الفريزر لما يجي النجت يطلع هيكون اصلا كده كده عرق على بعضه، فهيمسكوا في بعض. تيجي تسلكيهم من بعض فتطلعي منهم الكفر، يعني هيلزقوا في بعض. تيجي تشديهم طلعيهم تسلكيهم كده فيروح واحد شايل الكفر بتاع التاني، ودي الغلطه اللي احنا مش عايزين نقع فيها. علشان كده يبقى الافضل ان احنا نعمل ايه؟ بصوا بقى معايا، الافضل ان احنا هنحط كيس كده، تمام، وابتدي ارص عليها الناجتس بالشكل ده جنب بعض. اوعي تحطي حاجه على بعضها، تمام تمام. تاني طبقه، مش هنعمل بقى الغلطه دي، لا هنروح عاملين كده وعملت فاصل ما بينهم علشان لما اجي اخرجهم يخرجوا معايا بكل سهوله. او ان احنا نعمل حاجه تانيه بقى ونعبيهم في كيس، بس اعبيهم في كيس امتى؟ بعد ما ارصهم على صينيه الومنيوم مثلا وادخلهم الفريزر وهم مفرودين، هدخلهم الفريزر يجمدوا اطلعهم اعبيهم في كيس واربطه واحطه في التلاجة. اللي يعجبك بقى، ده كده متاح ليكي وكده متاح ليكي. اهم حاجه ان هو ما يلزقوش على بعض ولا يمسكوا في بعض وهم في الفريزر. ادي اهو زي الفل كده، خليها بس مفتوحه بقى عشان نبينها. نفس الكلام في البرجر، لازم كل برجرايه واخده الكيس بتاعها مقفول عليها تطلعيها تشويها والدنيا تمام زي الفل. ايه الجمال ده ما شاء الله، والريحه. حد يتخيل ان البرجر ده واخد او الفراخ دي واخده بطاطس؟ طبعا لا، زودنا الكميه وعملنا برجر اقتصادي ولذيذ. ادي استوى اهو، نرص بقى رصه كويسه. كده ودي كده هايل.